اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. انتوا عارفين ان انا ضد كلمه الزمن الجميل دي تماما، يعني لانه احنا بعد 50 سنة هيتقال علينا برضو ان احنا الزمن الجميل، فخلينا نحاول قدر الاستطاعه نغير من المصطلحات اللي احنا قاعدين بنقعد نتوارثها من زمن وجيل الى جيل الى اخر، وهي كل الازمنه جميله وكل الفنون اللي فيها فنون جميله وخلاص وخلصنا. طيب خلينا بقى نقعد نتكلم بالراحه كده على التراث بتاعنا. التراث هو منتج فكري، التراث هو منتج فكري، في كلمات، في مزيكا، في ناس بتغني، في حاجات كتير، عوامل يعني، التوزيع، إلخ إلخ إلخ. طيب إزاي أقدر أحمي التراث بتاعي؟ لأن أنا مش بس هتكلم على تراث الزمن الجميل اللي حضرتك بتحب تسمع الجملة دي بتاعت من 50 سنة ولا من 70 ولا 100 ولا أكتر، لأنه هيجي بعد شوية هنبقى مهم عندنا إن إحنا هيبقى في أجيال تحمي التراث اللي إحنا بنقدمه، أكيد مش أنا يعني مثلا، بس هيبقى تراث زي اللي بيقدمه مثلا محمد رحيم على سبيل المثال ليس إلا. خليني الأول أرحب بضيوفي الأعزاء داخل الاستوديو. نبدأ الأول بأستاذة نادية مبروك، رئيس شركة صوت القاهرة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. ليديز فيرست. والا يعني مش الحلقه مش هتعدي بالطبع. بس مش باعتبار السن يعني. لا ليديز فيرست. طيب الاتيكيت عندنا اهم حاجه في البرنامج ده. النوع. نهتم بالاتيكيت. معروف. دكتور حسام لطفي المحامي المعروف والمستشار القانوني لجمعيه المؤلفين. اهلا بيك يا دكتور. ملحننا هو حاجات كتير، محمد رحيم اكبر بكتير من قصه ملحن، يعني فنان ومبدع كبير جدا. محمد رحيم منور، عامل ايه؟ وطبعا المنتج الرائع سليل العائله المحترمه محمد محسن جابر. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اهلا بيك. هبدا يمكن الاول بالتعريف، التعريف الديفينيشن بتاع حمايه الملكيه الفكريه يا دكتور حسين. فندم، حماية الملكية الفكرية مصطلح سهل جدا. الملكية الأصل بترد على المادة، فأنت بتملك حق ملكية على سيارة، حق ملكية على شقة، وبعدين تطور قانون وبدأ يبقى الملكية ترد على الفكر. الملكية لا ترد على الفكر في المطلق، يجب أن ترد على الفكر المبتكر أو الفكر الجديد. إذا كان فكرا جديدا فبيحمى بالملكية الصناعية، إذا كان فكرا مبتكرا بيحمى بالملكية الأدبية والفنية. اللي هو مجال نتكلم عنه دلوقتي. حلو. اللي هو الآداب والفنون والعلوم. جميل. ده المقصود بالملكية الفكرية. حلو. أن تحمى حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. ها. وإذا تعدد المؤلفين في مؤلف وملحن يبقى حياة المؤلف زائد الملحن زائد 50 سنة بعديها. جميل. والحق الأدبي أبدي، يعني نتننا نتكلم على أن الحق الأبدي بعد 1000 سنة، أنت بتكلم على الأستاذ محمد رحيم من شوية، بعد 1000 سنة لازم تقول اسمه، مش هتقدر تقول ده اسمي أنا، لازم ينسب إليه. أمركم جميعا 1000 سنة. لا يعني إن شاء الله يكون موجود، إن شاء الله يكون موجود. طيب ده هيخليني هروح يمكن على إحنا ليه بنتكلم في مسألة حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث وما إلى ذلك، لأنه ده جاي من وراء قصة شديدة الأهمية متعلقة بتراث الست، أو بنقول الست يعني الست أم كلثوم، وفي جزء كبير متعلق بده عند صوت القاهرة وأستاذة نادية من جهة، وعند الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية أستاذ حسين زين من جهة أخرى. أنا هستأذن أستاذة نادية قبل ما الدكتورة نادية قبل ما يمكن نتكلم في القصة دي، أنا عايز أسمع رأي أستاذ حسين زين في هذا الموضوع ويفتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ مساء الخير لضيوفنا الاعزاء. نورت البرنامج. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بالصحه والسلام. سنه سعيده علينا جميعا. استاذ حسين، الكثير من اللغط اثير حول تراث الست ام كلثوم وحقوق الست ام كلثوم وحقوق استخدام تراث الست ام كلثوم، بل وصوتها واحيانا صورتها طبقا للتقنيات الجديده بتاعت الهولوجرام. حضرتك كرئيس للهيئه الوطنيه للاعلام زي ما كنت بقول، افتنا فيما اختلف عليه الكثيرين. هو الموضوع ما فيهوش اختلاف كتير، هو الموضوع مثبوت قانونيا والملكيه الفكريه موجوده والحق يعود لصوت القاهره بانها المالكه الوحيده للتسجيلات الغنائيه السابقه واللاحقه للسيده ام كلثوم. وانا اعتقد اللي في حكم المحكمه كان في 2020 الصادر عن المحكمه الابتدائيه والاستئناف باحقيه صوت القاهره في جميع ما سبق القول فيه. فانا اعتقد ان احنا هنا تحصيل حاصل، هي المساله مساله الحقوق بنسب، سواء احنا بنتكلم فيها
حق صوت القاهرة، وهي تمتلك حوالي 74%، وأعتقد 30% اللي احنا بنتكلم فيهم الباقين هي بتمتلك 70% وال30% للورثة. أعتقد الورثة هم باعوا الحقوق بتاعتهم بنسبة 80% من ال30%. يعني 80 من ال30 الإيرادات. والمتبقي ده لصوت القاهرة اللي هي تملك النسبة الغالبة أو النسبة الكبيرة. عظيم جدا. أعتقد هنا الحقوق واضحة، لكن احنا هنا بنحب المجادلات الكثيرة، وده اللي بيعمل نوع من اللغط، وطبعا بيعمل نوع من التشابك. طيب إذن يعني للمزيد من الاستبيان خليني الاول اشكرك جدا استاذ حسين، شكرا جدا على قبول المداخله في النهايه. خلص البيت بيتك يعني مش هنقول حاجه ثانيه. العفو يا فندم. عارف معزز. العفو انا عارف ده يعني دي عشره طويله جدا اكثر من 25 سنه. اشكرك جدا استاذ حسين كل الشكر. استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، وهنا اعود لدكتور ناديه وبعدين ارجع لمحمد محسن جابر وارجع اخد راي هذا المبدع العبقري. هو صاحبي بس انا شهادتي مش مجروحه والله العظيم. محمد ربيع. دكتور نادي، مسألة الملكية اللي ذكرها الأستاذ حسين ويمكن اللي اتكلم فيها قبل كده معانا حتى على تليفون دكتور حسام لطفي، يمكن كان من خلال يمكن تقريبا من يومين كان معانا أستاذ محسن جابر على التليفون وتحدث أيضا حتى وكان معانا دكتور حسام في هذه المسألة، هذا اللغط المتعلق بقصة الست أم كلثوم. هو الحقيقة يعني أنا محتارة هو ليه في لغط؟ يعني احنا في انت بيحصل لغط لما يبقى الامور مش مثبته، الامور مش مؤيده بعقود او كده. صوت القاهره عندها عقد مع السيده ام كلثوم سنه 59، كانت شركه صوت القاهره ما اسمهاش صوت القاهره، كانت مصر فون بتاعه محمد فوزي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. بعد ما تأممت صوت القاهرة اتعمل عقد 64 بتوقيع السيدة أم كلثوم بخط إيدها. وأقرت فيه إن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لتسجيلاتي السابقة واللاحقة، لأنها كانت لسه بتغني ففي لسه تسجيلات هتحصل. في العقد ده أقرت أم كلثوم إن صوت القاهرة هي المالكة، لكن في 30% من العوائد بتاعت هذه التسجيلات هي تاخدها. حق أم كلثوم. حلو. لما توفت ال 30% دول اتوزعوا على الورثه بشرع ربنا، واتعمل عقود معاهم برضو من صوت القاهره، كل واحد حسب نسبه النسبه بتاعته التي اقرها القانون. طبعا شرع. بالشرع بقى والقانون وكل حاجه. بعض الورثه 80% منهم باعوا حقوقهم للاستاذ محسن جابر. الباقيين لسه موجودين مع صوت القاهرة. يبقى هنا الموضوع واضح، ال 30% بتوع السيدة أم كلثوم راحوا للورثة، الورثة باعوا للأستاذ محسن جابر، فالأستاذ محسن له حق. طبعا له حق. كويس. له حق جدا، محدش يقدر ينكره ولا احنا بننكره. حقه في ال 80% اللي اشترى حقوقهم من الورثة. يعني ال 80% اللي من ال 30% التي تستحق للورثة. طيب يبقى احنا هنا لازم، بما انه استاذ محسن مش منورنا لكن يحضر عنه حاضرا دائما، استاذ محمد ايه رايك في هذا الكلام؟ يعني هو كلام شويه مش مفهوم برضه، لان صوت القاهره عمرها ما كانت تملك ام كلثوم. أم كلثوم كانت هي المنتجة لأعمالها، ده بتنازلات واضحة. يعني معنا أنا حتى جبنا التنازل اللي أيوة. عملها ست أم كلثوم أيوة. لصوت القاهرة ده العقد الموقع. ده مش تنازل. لا مش ده هو لا لا حضرتك اقرا الفقره الثانيه. ده توكيل. حضرتك لو تخلي ده لا اقرا الفقره الثانيه. حضرتك لو تخلي ده معاك اقرا الفقره الثانيه يا استاذ. انا عايزك يوسف. تكمل يعني كمل وانا هفتح الباب. انا هبدا تاني، بس اللي حضرتك عرضته ده توكيل من السيده ام كلثوم بصفتها مالكه لشركه صوت القاهره وشركه حاجه جنيف. مالكه صوت فاتكو في شركه فاتكو في جنيف. شركه فالكو. فام كلثوم بصفتها المالكه عامله توكيل لصوت القاهره وفالكو بصفتها المالكه. علشان تزوير. بمعنى اشرح لي الحته دي بقى. نزور ايه؟ الورقه اللي حضرتك عارضها دي ده توكيل. ليه صوت القاهره لو هي مالكه هتحتاج توكيل؟ هو في اصيل بيحتاج توكيل؟ مفيش وكيل باصيل بيحتاج توكيل. على حسب النص اللي موجود، يعني النص اللي مضي عليه الست ام كلثوم هو اللي هيحدد. صح اقرا الفقره الثانيه يا استاذ يوسف.
الفقرة الثانية يا ريت، الفقرة الثانية انه ده توكيل واقرار. والقانون المستند ممكن يبقى توكيل واقرار في وقت واحد غير التوكيل العام الرسمي. ايوه انا ابدا لحضرتك، ابدا لحضرتك واحده واحده عشان بس يبقى عندي فرصه ان انا اجاوب على الاسئله. ام كلثوم في حياتها كانت تملك كل اعمالها، الكلام ده موثق بتنازلات واضحه من المؤلفين والملحنين، معايا الاوراق ممكن نعرضها، الى الملحن الكبير رياض السنباطي والاستاذ احمد رامي الى صاحبه العصمه السيده ام كلثوم، تنازلات باسماء الاغاني زي ده اللي لو بصينا على الصفحه الاولى اوكي هتشوف تنازلات بكل الاعمال. بس انا هنا عندي ورقه مهمه قوي اسمها عقد اتفاق. اكمل لحضرتك بس طيب ناخد كده تسلسل سريع كده للاحداث. انا معك. توفت السيده ام كلثوم، صوت القاهره عملت عقود مع الورثه بتاعت السيده ام كلثوم، عقدين، عقد للمصنفات وعقد للفيديو، عقود بتتجدد، عقد بصفتها بصفتهم المالكين لمحتوى مورثتهم، عقد 3 سنين وعقد 5 سنين للفيديو، بيتجدد كل 3 سنين وبيتجدد كل 5 سنين. جينا في سنه 2000 احنا اشترينا من الورثه، والورثه قبل ما يبيعوا بعتوا انذارات في الميعاد القانوني بالغاء العقود اللي كانت ساريه مع صوت القاهره. الاستاذه ناديه بتشير اليه اللي هو الحصه بتاعه ال 30%. ايوه ام كلثوم كانت بتعمل اسطوانات، كانش في حد بيعمل اسطوانات في، لازم تروح لشركه محمد فوزي علشان تصنع الاسطوانات. انا انا بعمل المصنف، بس المصنف ده انا مش عارف اسوقه، انا محتاج شركه عندها المكن وعندها الادوات طبعا. وعندها المخارج علشان المصنع عشان تسوق. المعروف في الوقت ده مش في ام كلثوم، في صوت الفن وفي كل الشركات، ان المصنع بياخد 30% مقابل التكلفه، 30% مقابل حصته هو مقابل التوزيع، مقابل التسويق والدعايه، و30% للمالك. ده مش معناه ان هو مالك، ده معناه مش معناه ان صوت القاهره مالكه، او مش معناه ان حصه ام كلثوم هي 30%، معناها انا مالك بس باخد عائد 30% لانها متقسمه على ثلاث شرايح. 30% بتروح لتكلفه الاسطوانات، 30% بتروح للشركه اللي بتوزع، و30% ليا كمالك. هي دي الحته اللي هم بيتكلموا فيها ان هو اشترى 80%، ملهاش علاقه بخالص، احنا نملك 100% من محتوى ام كلثوم، ام كلثوم كانت تملكه، بعد ذلك بقوا الورثه هم اللي يملكوه. ولما احنا اشترينا من الورثه بنسبه 100% فاحنا نملك 100% من ال 100% وليس من ال 30%. طيب انا واحنا بنشرح كده وهرجع مره ثانيه للدكتور حسام، بس عايز الاول اروح لمحمد رحيم. انت شايف كل هذا الجدل في اي اطار؟ هقول لك يا يوسف، علشان نقدر نفهم الموضوع ده بشكل عام طبعا، لان الحقيقه يعني الموضوع هنا في تفاصيل قانونيه وعقود واتفاقات، فانا حابب اعلق عليه في الاخر او الراي من بعيد، بس عايز اتكلم على المساله كلها. احنا عشان نفهم يوسف اللي بيحصل بالظبط في الموضوع ده محتاجين نركب زي آلة زمن. آلة زمن بمعنى انه النهارده مثلا، تعالى نتخيل النهارده واحنا في التلفزيون المصري العريق العظيم طبعا سنه 46 اللي كانوا بيعملوا فيه البروفات كلهم، السيده ام كلثوم والفنان الكبير محمد عبد الوهاب وكل الناس دول، ايه نوع الاتفاق اللي كان بيتعمل ساعتها ما بين الملحن والشاعر من جهه وما بين المطرب والمنتج من جهه ثانيه؟ اوكي، لو حضرتك جيت بصيت على شكل التنازلات هتلاقي مثلا بيتكلم في الراديو اللي هو كان بيبقى لسه اختراع جديد وكذا وكذا. طب بعد كده بعد شويه بعد العصر ده ظهر التلفزيون، وبعد التلفزيون ظهر القمر الصناعي ساتلايت القنوات بقى طبعا كلها. اوكي، بعد العصر ده ظهر عصر الانترنت، دلوقتي بقى في العصر اللي بعده عصر الذكاء الاصطناعي. المشكله كلها بتحصل هنا، بمعنى ان انا لو جيت حضرتك سالت الاستاذ رياض السنباطي النهارده وهو بيعمل الاتفاق، تسال سؤال كلمه من شويه قبل الهوا عجبتني قوي، الجنيه المصري زمان سنه 21 ولا حاجه و30 كان يجيب شقه ويجيب كذا، تشتري بيت وتيجي. هل تتخيل مثلا، ما اعرفش الاستاذ رياض السنباطي اخذ كام في الاطلال، بس انت ممكن تتخيل مثلا هو كان بيفكر ساعتها موسيقار عظيم زي ده مثلا بامور ساعتها مدام ناديه 12 جنيه، 15 جنيه، ممكن رقم كويس ومجزي جدا يعني، يساوي رقم كبير قوي. الست ممكن تكون اديته 20 جنيه في الاطلال، 20 جنيه في الاطلال. طب هات بقى مدير اعمال بيدير اعمال رياض السنباطي من العصر اللي احنا فيه ده، يقول له يا استاذ رياض لو سمحت 20 جنيه في الاطلال، يقول له ايه يا ابني ده رقم كبير جدا. انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ انت عارف يعني ايه 20 جنيه؟ يقول له يا استاذ طب 20 جنيه في الديجيتال ولا في الفيزيكال؟ يقول له يا ابني فيزيكال ايه وديجيتال ايه؟ عايزين نفهم انت بتتكلم في ايه؟ يقول له الديجيتال ده اصل غير ما هتلعب على اليوتيوب وهتحط على انغامي وهتحط على سبوتيفاي. يقول له يا ابني هتلعب في الاذاعه المصريه. فانت بتتكلم هنا على العلاقه التعاقديه والقيمه الماديه طبقا للزمن. بالظبط كده بالنسبه للوقت.
انا شايف ان المشكله دي كلها ومشكله الملكيه الفكريه في مصر، واللي احنا ان شاء الله اامل من كل قلبي ان احنا نشتغل عليها كلنا الفتره اللي جايه، مشكله الوقت. ان احنا بنتكلم بمعايير قديمه جدا في ابلكيشنز وفي اختراعات وفي علوم حديثه جدا جدا، فالخلاف بيحصل من هنا. الاستاذ محسن جابر، انا طبعا ده صديقي وحبيبي واخونا وابونا الروحي كلنا. صحيح. كذلك الدكتور مدحت العدل برضه، وده قامه كبيره جدا جدا، وانت طبعا عارف انا بتكلم من موقع محب للناس كلها. طبعا انا عارف الجمعيه طبعا بيتنا، بمناسبه انا عضو في الجمعيه المصريه من اول ما بدات كملحن، عمري ما سبتها، ومن خلالها خدت كل الجوائز العالميه الحمد لله اللي خدتها من باريس، مره 2016 اللي هي بروفيشنال، والسنه دي 2023 اللي هي بيرمننت ممبرشيب اللي هي فول ممبرشيب في مجالنا. دكتور حسام عارف طبعا دي يعني تعتبر اكتر حاجه ممكن يوصلها ملحن في العالم الحمد لله. وانا عضو في الجمعيه المصريه عمري ما سبتها، يعني بحبها جدا وبنتمي ليها وبحب دايما اكون موجود فيها. فالموضوع كله عباره عن ايه يا حبيبي؟ الاستاذ محسن جابر كان جاي من زمن سابق، كان سابق في الفكر. بمعنى ان حضرتك انا النهارده، بص يا يوسف تعالى نتخيل، البومات ام كلثوم ماليه الوطن العربي كله من زمان قوي قوي قوي. لو جيت حضرتك النهارده قلت لوالدك مثلا في البيت يا بابا عايز اجيب ابونا، يقول لك افتح الدرج اللي هناك ده هتلاقي شقيتها كلها. انا بابا كان عنده المجموعه كلها في بيوتنا كلها طبعا. طب تعالى نتخيل ان الالبومات اللي موجوده في كل البيوت العربيه بتاعت ام كلثوم، واحد جاي لك دلوقتي حالا وهي قدامك اهي خلاص، وانت هريتها سمع وموجوده شغاله اول حاجه في القصور في كاسطوانات، شغاله في القهاوي، شغاله في المحطات، شغاله في التاكسيات، شغاله في العربيه، شغاله في كل مكان. جاي لك واحد سنه 2000 بيقول لك لو سمحت الالبوم بتاع ام كلثوم عندك ده انا عايزه وهدفع فيه فلوس، هتيجي تقول له ايه ساعتها؟ هتقول ايه ده؟ هو الراجل ده فلوسه كتير ولا ايه؟ يعني ايه هتشتري مني البوم ام كلثوم؟ مش فاهم يعني الموضوع. انت اصلا لسه ما عندكش عنده فكره. لو كناش نعرف ساعتها ان الصناعه دي كلها هتتحول هيحصل فيها كل هذا الشكل من التطور بالظبط، هتبقى ديجيتال وهتبقى المساله النهارده مختلفه تماما عن ما كانت بتحصل زمان. فانا شايف ان في جزء كبير جدا من الخلاف. على فكره هتقول لي مين غلطان؟ مفيش حد غلطان على فكره، مفيش حد غلطان. يعني انا النهارده عندي منتج سابق وكرييتيف اسمه محسن جابر طبعا، راح اشترى واتفر الاتفاق، انا ما اعرفش عنه حاجه حتى القناه طبعا، مدام ناديه واستاذ حسام هم ادرى بيها ومحمد طبعا هم اتكلموا فيها، انا ما عنديش فكره. بس هو الراجل بيفكر لقدام. يعني مثلا على سبيل المثال هضرب مثل بسيط جدا، انا من الحاني مثلا حبيبي على باله عمرو دياب او صبر قليل بتاع شيرين، اليومين دول معمول لها ريميكس مع انها بقالها 20 سنه عاملها ريميكس. اليومين دول يا يوسف مكسر الدنيا، كل ما هتفتح هتلاقي الريميكس ده بالظبط كده. طب ما هي يا جماعه بقالها 20 سنه الغنى، اللي حصل يعني اللي حصل انه انت كنت بتعمل فكره ساعتها مثلا ناس بعد 20 سنه لما توزعت بشكل معين، غير انها نجحت ساعتها حبت الموضوع اكتر. وبقى ده معناها برضه ان الفكره الاولى كانت بروجريسيف لقدام جدا يعني بالظبط كده. طيب هنا هاخد بعضي وارجع مره ثانيه للدكتور حسام عشان انا فاتح اهو التوكيل قدامي. حضرتك قلت لي اقرا الفقره الثانيه في هنا قدامي توكيل صح كده؟ حضرتك اقرا كده التوكيل. هقرا كل بموجب هذا انا ام كلثوم ابراهيم من رعايا جمهوريه مصر جيم عين ولا جيم جمهوريه عربيه ومقيمه في شارع الجمهوريه العربيه المتحده ومقيمه في شارع ابو الفدا فيلا ثوما بالزمالك القاهره. قد وكلت وفوضت شركه فاتكو بجنيف في الدفاع عن حقوقي وحقوق خلفائي الناشئه عن كافه تسجيلاتي التي قمت وساقوم بها لدى شركه صوت القاهره المالكه لكافة حقوق الملكية الأدبية والفنية لتسجيلاتي والمترتب عليها حقوق النشر ومنها حق الطبع الميكانيكي، وأقر بأنه ليس لأي جهة أو شركة أو شخص حق إداعة التسجيلات الفنية أو طبعها أو نشرها بأي وسيلة كانت فيما عدا شركة صوت القاهرة وشركة فاتكو أو نادكو عشان نخطط مع مشروع فاتكو بالإف المتعاقد معها، وأن أي شركة أو جهة أو شخص يقوم بطبع تسجيلاتي أو نشرها بأي وسيلة يعتبر معتديا ومغتصبا، يا نهار أبيض على المصطلحات، ومخالفا للقانون مخالفة ينشأ معها الحق لشركة فاتكو نيابة عني بأن ترد هذا الاعتداء بكافة الوسائل القانونية والقضائية. التوقيع مين بقى؟
التوقيع لا ده بقى ممكن نحط التوكيل ده في مكانه يا استاذ يوسف. التوقيع ده يعني التوكيل ده كانت شركه صوت القاهره بتوزع للسيده ام كلثوم وكان في استغلال بيحصل غير قانوني في جنيف. اوكي. فهي بصفتها المالكه عملت توكيل للشركه الموزعه. الشركه الموزعه لان هي لو مالكه هيبقى معاها قيود ويبقى معاها قيد تسجيل للمؤلف والملحن مش هتحتاج من السيده ام كلثوم توكيل. اوكي. ما كانش فيه في ذلك الوقت لو هي بتدي لصوت القاهره ده كملكيه ما كانتش هتدي فاتكو. يعني هنا معناها ان فاتكو دي مالكه معانا مش صوت القاهره بس بقى كده صوت القاهره وفاتكو بقوا ملكين لصوت الكتالوج ام كلثوم وفاتكو في جنيف. الجمله الدفاع فاتكو الدافع والمالك الاطار بتاع التوكيل يعني فاتكو وكيلا عن ام كلثوم. مظبوط. مش الدفاع شكل فوضته شركه فاتكو بجنيف في الدفاع عن حقوقي في فرق بين الدفاع والملكيه. طب اشرح لنا الحته دي يا دكتور. طب يا فندم في فرق يا فندم بين ان في حاجه اسمها توكيل وحاجه اسمها تفويض. التوكيل بيتلغي بالوفاه التوكيل محدد المده اقدر اتراجع عنه في اي وقت. كده السيدة أم كلثوم لما كتبت قالت وكلت وفوضت. فوضت يعني إيه؟ لا رجع فيه. يعني حضرتك لما تفوض زوجتك أن تطلق نفسها طلقة واحدة بقينا بينونة صغر. تقدر بعد الزواج بسنة تلغي الكلام ده؟ ما تقدرش. خلاص ده تفويض. لأنه لا رجع فيه. ماشي. ده ديليجاسيون. اخترت اصعب بيسموه بروكس. لا عشان ما حدش ينساه عشان مخيف ده اللي بقوله دلوقتي ان ده محسوب. انا عايز ادعو حضرتك دلوقتي وادعي الابن العزيز الاستاذ محسن محمد محسن جابر. حضرتك افتح العقد الاتفاق اللي انت عملته. بص البند الرابع هاتوا عقد ده توقيع السيده ام كلثوم بقى ده توقيع. هات البند الرابع في عقد الاتفاق. هاتوا لنا عقد الاتفاق يا سادة. الله يخليكم. أيوة. على السكرين هنا بس وانا قابل ايه عقد الاتفاق ده؟ عقد الاتفاق بين شركة صوت القاهرة وام كلثوم. هنسمع بيقول مش ايه؟ مش ده العقد اللي حضرتك قلت في المحاكم ان هو مش موجود اصله؟ عقد اتفاق وتصالح هو ده العقد. لا معانا ما فيش. طب ما هتحطه في المحاكم معانا معانا ده اللي هو احنا خمس سنين في المحاكم حتى اقررت في المحكمة. خلي الاستاذ يوسف يقرا. اقررت في المحكمة بعدم وجوده. خلي الاستاذ يوسف يقرا. عقد اتفاق وتصالح ولا عقد اتفاق بس؟ ما اعرفش ايه ده. عقد مش موجود يا فندم. ما نصادرش على المطلوب. البند الرابع انا مش بصادر عليه. هو مش موجود. البند الرابع يا فندم عقد اتفاق. امال طلع البند الاول ده دي نسخة. انا ممكن اكتب اي عقد واجيبه. انا بسال على اصل العقد ده. طيب يا فندم نقرا البند الرابع عليه في المحاكم لما حضرتك حطيته. لا نقرا البند الرابع يا فندم ولما تظهرش وقريته بعد وجوده. طب نقرا البند الرابع عشان ما انا علشان برضو ابقى لا عشان ما نشوش على بعض عشان ابقى راجل منطقي وواقعي. اعرض. انا اتذكر كويس ان استاذ محسن من سنين كان عامل اغنيه مهمه جدا علشان الدفاع عن حقوق الملكيه الفكريه. لا كان سرق حقوق الملكيه سرق. أيوه. حقوقي الفكريه. مزبوط. امسك حرامي انا فاكرها كويس. أيوه امسك حرامي صحيح. كانت سنه 2004 تقريبا 2005 مع بدايه قناه مزيكا. بالظبط مع بدايه مزيكا. فانا يعني انا مقتنع تمام الاقتناع ان اكيد استاذ محسن يدافع عن الحقوق لكن على ما يبدو في شيء ما ملخبط. لا نقرا البند الرابع بس. البند الرابع بيقول استنى بس يا عقد مش موجود يا محمد. انا عايز اقول ما هو ما هو ما هو ما هو انا ممكن اجيب لحضرتك عقود تقول اي حاجات اصل هو مختوم. بص يا سيدي هو بيقول ايه يمكن يكون في حاجه تفيدك برضه يا استاذ يوسف. انا عارف العقد ده. معلش بعد اصل الاستاذ محمد بيقول لك احنا ممكن نبقى جايبين اي عقد. احنا الدوله احنا شركه قطاع عام. احنا ملك للدوله كلنا كاشخاص وكشركات ملك للدوله. فاحنا شركات خاصه. احنا شركات. انا برضه عايز الدكتور دي الصوت مش دي الورقه الوحيده اللي معايا. شركه مملوكه للدوله انها تجيب حاجه مضروبه. انا هقول لك انا مش هعطلك. اقرا البند الرابع. مش عايز اقرا اربع اوراق تانيه. خلينا نسمع الدكتور حسام اقر بعدم وجود العقد ده في المحكمه في قضيه. انا بقول الكلام ده غلط. انا بقول غلط ولا حاجه؟ طب ممكن حضرتك تقول لي انا بقول غلط؟ انا ما قاطعتكش. طب انا مش بقاطع حضرتك. انا بقول حضرتك خلينا نسمع. انا ما قاطعتكش ونتناقش. يعني نتناقش حتى فيما سوف يقرا. انت هيجي عليك الدور تتكلم. انا مش هتكلم. الرابع بيقول الآتي: من المتفق عليه. أيوة. بين المتعاقدين أن الأغاني التي تسجل بصوت السيدة أم كلثوم إبراهيم تنفيذا لهذا العقد يكون للشركة وحدها حق استغلالها على النحو الموضح بالبند. طيب. الأول أعلى. كمل يا فندم. سواء كان ذلك أثناء مدة سريان العقد. أيوة طبعا. مدة سريان مفعول هذا العقد أو بعد انتهاء مدته. البند الأول المشار إليه بيقول الآتي علشان برضو أبقى أمين في القراءة وفي الطرح: تتعهد السيدة أم كلثوم إبراهيم طوال مدة سريان مفعول هذا العقد بأن تسجل بصوتها الأغاني التي يقع عليها اختيار الشركة وتوافق عليها السيدة أم كلثوم على فونوغرافات تعد
للجمهور تمام وتسجيلها تجاريه خاصه ده كله كلام انحاء العالم بما فيه انا علشان انا علشان وقت حضرتك انا هسال سؤال انا بس عايز اكمل انا هسال حسام انا هسال حسام معلش انا هسال على انا هسال حسام فكره ان الاستاذ محمد يعني بيشكك في صحه هذا العقد. لا انا بشكك هو ده صحه المحكمه النهائيه حضرتك هات لي بقى العقد الموقع من الاستاذ محسن جابر 17/10/2010 لا دكتور يا استاذ يوسف انا محتاج ارد على نقط واحده ارد على يا استاذ حسام انا اكمل كلامي سؤال او لا حضرتك اقريت بعدم وجود العقد ده ولا لا اقريت بايه اقريت في تحت ايد المحامي موجود حضرتك اقريت المحامي قال مش تحت ايد انا سؤال او لا حضرتك اقريت بعدم وجوده ولا لا المحامي تاني كان موجود قال مش تحت ايدينا ده مش معناه انه مش موجود لا اقر ان هو طب يعني حضرتك لو موجود يا استاذ حكم نهائي اقر في الاسباب بفقد العقد بس في نقطه برضو علشان فقد شيء لا يؤخذ به وعدم وجوده نهائيا ده شيء تاني يعني عقد وفقد وجدناه حصل اما عقد لم يكن له اساس دي قصه ثانيه يا فندم امشي معايا بس يا استاذ يوسف هات لي عقد 17/10 هاتوا عقد اتفاق وتصالح ايوه عقد اتفاق وتصالح بشان طب بس بعد اذن حضرتك انا هرد على واحد واحد يعني احنا نجيب العقد وبعد كده انا هرد عليه المولد على التليفون استاذ محسن على التليفون ايوه طب استاذ محسن اهلا بيك وهستأذنك أقرأ جزء من التعاقد اللي هو معنون بعقد اتفاق وتصالح بشأن استغلال المصنفات المؤداة بصوت الفنانة الراحلة أم كلثوم. هذا العقد أبرمته شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إحدى شركات هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون آنذاك بجمهورية مصر العربية سنة 2010 17 أكتوبر. حضرتك اقرا الجملة بقى اللي محطوط عليها أخضر دي. أنا علشان أقرا من هنا وأن شركة ستارز أنا عجزت قوي لما أنا لابسة النظارة ما تقلقش. أنا نظارتي مش قد كده. لا اقرا يا فندم. النظارة دي أجيبها من السوبر ماركت. أه والله. وأن شركة ستارز قد حلت محل عدد من ورثه السيده ام كلثوم انا هقرا الحته دي اهو بصوت عالي علشان استاذ محمد يسمعها ومعانا ايضا على التليفون استاذ محسن نفسه تحرر هذا العقد بين كل من اولا شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات ويمثلها قانونا السيد الاستاذ ابراهيم احمد ابراهيم العقباوي بصفته رئيس مجلس الاداره ومقرها الرئيسي 51 شارع سبيل الخزندار قسم الويلي بالقاهره ده طبعا في هذا الوقت في 2010 ثانيا واحد شركة ستارز للإنتاج الفني ويمثلها قانونا السيد الأستاذ مصطفى أحمد جابر بصفته مدير الشركة الكائن مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي منطقة دبي الحرة دولة الإمارات العربية المتحدة اثنين شركة عالم الفن ويمثلها قانونا السيد الأستاذ علي عبد الوهاب المليجي بصفته رئيس مجلس الإدارة ومقرها 4 شارع سليمان الحلبي قسم الأزبكية محافظة القاهرة رحمة الله عليه أقر الطرفان الطرف الأول إحدى أنتوا عايزين أقرأ لكم التمهيد ولا ما لا أقرأ حاجة يا ريت لو حضرتك تقرأ التمهيد التمهيد يا ريت لو حضرتك تقرأ التمهيد الطرف الأول أيوة إحدى شركات القطاع العام المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية ولديها حقوق استغلال المصنفات الغنائية المؤداة بصوت الفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم البلتاجي أم كلثوم إبراهيم البلتاجي وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للعلاقة بين الطرف الأول والفنانة الراحلة أم كلثوم وورثتها من بعدها وحيث أن الطرف الثاني اللي هو ستارز وعالم الفن وهم من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق المصنفات الغنائية والموسيقية بالدول العربية وجميع أنحاء العالم وأن شركة ستارز قد حلت محل عدد من ورثة السيدة أم كلثوم في حقوقهم المتعلقة بمصنفات أم كلثوم الغنائية في الحصص وفي النسب التي كانت تتقاضاها السيدة أم كلثوم وورثتها من بعدها من شركة صوت القاهرة الطرف الأول على النحو الذي سوف يرد في البند الرابع من هذا التعاقد ورغبة من الطرفين في إنهاء المنازعات القضائية المشار إليها بما يحقق مصلحة الطرفين فقد اتفق على الآتي ثم تأتي البنود صح كده؟ تمام طيب معنا أستاذ محسن جابر على انا كنت عايز قبليها يا فندم طيب. تقرا الاقرار اللي عامله ورثه ام كلثوم طب بعد وفاتها قالوا ايه استاذ محسن قالوا صوت القاهره هي المالكه طب الورثه اللي هو الدكتور الحفناوي وسيده بنت اختها استاذ محسن اهلا بحضرتك اهلا وسهلا يا استاذ يوسف اهلا بيك يا فندم اشكرك للسماح لي للمداخله لا ازاي يعني ده حقك الله يخليك ازاي ربنا يخليك اولا الاول انا عايز اعلق على
العقد الاولاني اللي هم بيقولوا وقعوه مع السيده ام كلثوم. ايوه. اللي هو سنه 64. ايوه. العقد ده طالما عرض على المحكمه واقر اقرارا امام المحكمه بفقدانه اصبح والعدم سواء. أصبح والعدم سواء. الحكم في حكم محكمة بيقول كده. طب وإذا وجدت نسخة من العقد السيدة أم كلثوم. لا ده أنا مش بخترع يا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف أنا مش بخترع، أنا بقول حكم المحكمة. السادة ورثة أم كلثوم رفعوا قضية على صوت القاهرة قبل شرائي يطالبوهم بوضع هذا العقد الذي يدعون فيه ان مورثتهم وقعت عقدا مع صوت القاهره، وطلبوا من صوت القاهره ان تلتزم بوضع هذا العقد في المحكمه حتى يطعنوا عليه بالتزوير، وتداولت الجلسات. في ثاني جلسه ثالث جلسه حضر مندوب صوت القاهره واقر امام القاضي في قضية رقم 1715 أقر قدام القاضي أن هذا العقد ليس له وجود، فالمحكمة حكمت بوقف القضية لعدم وجود العقد، ولحين ظهور العقد مرة أخرى يحق للورثة الطعن عليه بالتزوير. طيب هذا حكم القضاء مش هنا 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 سؤال صغير أستاذ محسن بعد إذن حضرتك، أقر بأن العقد ليس له وجود ولا فقد العقد؟ لأنه لو فقد العقد ووجدنا منه نسخة ليس له وجود في الشركة، ليس أصل العقد ليس له. طبعا أنا معايا الشركة كلها هنا، هو دكتور نادية موجودة معنا. يحطوه في القضية أستاذ يوسف، يحطوه في القضية. خليني أكمل القضية، احنا القضية ما بيننا مفتوحة. أنا عايز بس أخد منكم إقرار إنه لو موجود أنتم موافقين عليه. طيب أستاذ محاكم النصر أو عدم وجود أصل المستند، وفي حالة جحته فهو والعدم سواء، والاستاذ محمود محمد حسام لطفي قاعد ويؤكد على هذا الكلام، ان العقد طالما ليس موجود اصله وجحده الخصم اصبح والعدم سواء. ادي اول واحد. اوضح المعلومه قانونيه. طيب مش كمل يا فندم. عنده كمل يا محسن بيه، كمل يا فندم. العقد الصلح ده يا استاذ يوسف، ايوه اللي احنا عملناه، هتلاحظ في البنود بتاعته ان احنا ما عملناش عقد استغلال جديد لشركة صوت القاهرة. لما طلب مني من الاستاذ ابراهيم العقباوي، وانا بقول وهو حي يرزق، وطلب مني من الاستاذ انس الفقي وهو حي يرزق، وطلب مني في اجتماع مشترك، الاسماء دي كلها في اجتماع مشترك وهو حي يرزق، والاستاذ اسامة الشيخ كان رئيس اتحاد الاذاعة التلفزيون وهو حي يرزق، والعقد ده كتب في مكتب اسامة الشيخ، قالوا لي اعمل عقد استغلال لشركه صوت القاهره بعد ان اشتريت. قلت لهم مش هعمل عقد استغلال، هحط بند في العقد ان شركه صوت القاهره تستمر في الاستغلال طبقا للعقود اللي كانت موقعه بينها وبين ورثه السيده ام كلثوم. ليه؟ علشان ما نختلفش مستقبلا. فهتلاقي البند بيقول استمرار شركه صوت القاهره في الاستغلال طبقا للعقود المبرمه مع الورثه. طيب انا هستاذنك استاذ محسن ان انا هسمع رد هذا من العقد. هذا العقد كمان احنا خدنا حكم بفسخه. لا مش ده عقد الصلح، مش ده. لا في عقدين يا فندم بنفس التاريخ استاذ محسن عارف، اتعمل في عقدين يعني عندي العقد اللي اتفسخ وكاله بالعموله هيبان دلوقتي. حطه يا فندم. صوت القاهره بمبلغ 1.5 مليون وتم سداد. ايوه ده فسخ، كنت وكيل بالعموله يا استاذ محسن. لا عموله. اقرا اقرا. لا نقراه يا ريت استاذ يوسف، يا ريت تقرا البند العاشر. انا هقرا البند العاشر في العقد اللي فسخ. هقراه يا استاذ محسن مع حضرتك، بس انا هستاذن عايز اسمع من الدكتوره ناديه باعتبار زي ما كنت بقول لحضرتك كده صوت القاهره. طب صوت القاهره كلها معانا، اتفضل يا فندم. اولا انا بحتج جدا على حكايه ان بيتم التشكيك في ذمة شركة وطنية مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية للإعلام مملوكة للدولة. يعني فكرة حكاية التشكيك والاتهام بالتزوير أنا بعترض عليه وبحتج عليه جدا. ثانيا دلوقتي أنا معلش أنا ليا رأي، يعني أم كلثوم دي هي إيه؟
هل هي مطربة بتغني وخلاص؟ لا. لا طبعا. أم كلثوم دي إيه؟ دي قيمة. مش بس قيمة، دي جزء من تاريخ البلد دي، مش مختلفين، جزء من تاريخ مصر. يبقى أم كلثوم دي الحقوق بتاعتها للشعب المصري كله، على فكرة للشعب المصري كله، مش لشخص ولا لشركة. أنا يعني يختلف أحد من الحضور تختلف على ذلك؟ لا أنا بس عندي بس سؤال فكري في الموضوع ده. يعني كده ده معناه مايكل جاكسون ملك الأمريكا؟ معناه عمرو دياب ملك مصر؟ أنا ما قلتش ملك. ما هو ده اللي حضرتك بتقوليه. هو كده كده الفن موجود ومتاح للجميع، بس هو الفكر بتاع ان هو انه علشان على فكره حضرتك يعني بتدخل معايا في الكلام، يعني حضرتك ممكن تقول اللي انت عايزه اول ما انا بقوله، بس ما انا مختلف مع حضرتك الفكر في الاسم. ممكن اقول حاجه يعني ده منتج خاص، ما ينفعش يتقال ان هو ملك للجميع، ده شيء مفروض منه اكيد يعني، بس مش معنى كده ان احنا نسمع دكتور. على فكره انا هاديه جدا صدقني، انا بس اللي فعلا عصبني ان الاستاذ محسن والاستاذ محمد هما الاثنين اتهموا شركه صوت القاهره بان احنا مزورين العقد. زي ما انت قلت احنا قلنا العقد فقد واقر بيه الدكتور. انت قلت كده استاذ محمد، معلش انا قلت عقد مش موجود يا فندم. لا ابشروا. هل العقد هل لو العقد حتى زي ما انت بتقول مش موجود، هل ده ينفي ان التسجيلات دي زي ما اقرت ام كلثوم انها ملك شركه صوت القاهره؟ في اقرار آخر موثق في الشهر العقاري هي بتقول أقر أنا كذا كذا. التوكيل اللي احنا قلنا التوكيل بينتهي بال... لا يا فندم، في فرق بين التوكيل والإقرار. المستند أول فقرة توكيل، ثاني فقرة إقرار. أنا هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ، أنا هقول لحضرتك أنا بس عايز أقول، أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين. هو محاولة إن مدام نادية ما تكملش. أنا عايز أقول حاجة بس في كلمتين صغيرين، معلش يا أستاذ محمد. بعد إذنك كل واحد يتكلم في دوره. يعني بس إيه؟ طيب الإقرار بتاع أم كلثوم ده مشكوك فيه. طيب في اقرار اخر بالورثه من دكتور محمد حسن الحفناوي الله يرحمه، كانت اخت ام كلثوم، بنت اخته، بيقروا مره اخرى بحق شركه صوت القاهره في هذا المصنف، وان هم ليهم النسبه الشرعيه بتاعتهم. دي حاجه. احنا لما قدمنا لوزاره الثقافه، لان وزاره الثقافه لديها حاجه اسمها شهادات قيد التصرف، قدمنا لهم الحكم اللي احنا اللي الشركه خدته في 2020، اقروا باحقيه صوت القاهره في تسجيلات ام كلثوم، وانهم مش هيتعاملوا عليها باي شكل من الاشكال الا بعد الرجوع لشركتنا، وان من حقنا ان احنا نطلع هذه الشهادات. كل الكلام ده، كل الجهات دي بتزور، وكل الجهات دي بتشكك، وكل الجهات دي يعني كلامها مش مظبوط. انا واحد من الناس اقدر اقول ان انا ارفض تماما وبالكليه الطعن في ذمه صوت القاهره او اتهامها بالتزوير باي شكل من الاشكال، لان احنا هنا هنبقى بنهد هيبه جزء ومؤسسه من مؤسسات الدوله، وده في حد ذاته لا اظن انه محمد يعني استاذ محسن يقصد ده، وهو كمان ما قالش كده. محمد رحيم عنده وجهه نظر، وقال انا عايز اعلق على هذا النقاش الدائم. فاكر زمان يا حبيبي لما كان يقول لك روح خد حته ارض او خد شقه او خد فيلا في التجمع الخامس ايام ما كانت لسه صحراء؟ فكنا هنضحك بقى، كنا هنضحك ساعتها. اول ما تيجي تشوف حتى عملوا اعلان. ايوه الموضوع ده مش عارف ايه، اطلب تقصى النهارده اللي خد في التجمع الخامس وبقى عنده كومباوند ولا مش عارف ايه بقى بكام، بقى برقم كبير جدا. صدقوني يا جماعه الخلاف كله في النقطه دي. على فكره مدام ناديه صح، استاذ محسن جابر صح، مفيش حد في القعده دي غلط على فكره. انا بس بحاول والله بتكلم من مسافه حقيقه يا يوسف قريبه جدا جدا، ومسافه واحده ومسافه من حد محب للاطراف كلها. طبعًا. المساله كلها في ايه؟ الحاجه دي كان تقديرها كذا في الوقت ده. طب العلم تطور، التكنولوجيا تطورت، بقى تقديرها بتجيب عوائد تانية كتير، فبدات الناس كلها تعيد نظر في الدلالات اللي اتعملت من الاول. قانونيا الاستاذ محسن طبعا ومحمد والاستاذ حسام والدكتورة نادية هم أدرى بالتفاصيل وبالديتيلز بتاعت العقود، لكن الاتفاقات نفسها حصلت ازاي في التوقيتات دي بالنسبة للي بيحصل النهاردة؟ انت بتتكلم من حيث المبدأ، من حيث الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية الخلاف كله. وعلى فكرة وهتسمع الحاجات دي بتحصل كتير قوي أول فترة اللي جاية دي، خصوصا مع الارتفيشال انتليجنس. أنا عايز أعقب بس على الجزئية دي. هم جزئيتين مختلفتين بس، بس معلش هعمل حاجة واحدة. الأستاذ محسن جابر ما ينفعش يا جماعة، أنا برضو أرفض
انه يتقال ان الراجل برضه هو كمان طول ال 20 30 سنه اللي فات بيشتغل في الكونتنت ده بيشتغل غلط. لما هو برضه شغال وماضي برضه مع الناس ودافع لهم فلوس والناس كانوا مبسوطين وبرضه متراضيين والدنيا كلها كانت زي الفل. عشان برضه الواحد يقول كلمه لا منتج محترم. طيب يا استاذ حسام معلش, طب لو مفيش اساسا كتالوج سمعته المهنيه, لا بعد اذنك بس, لو مفيش لا بلاش سمعته المهنيه, ده موضوع يعني على حضرتك ايه. لو مفيش ام كلثوم خالص عند استاذ محسن جابر في شركته, الراجل ده بيشتغل في ايه تاني؟ يو عندك وردة الجزائرية, يو عندك عشان بس معيش عشان ده برضو ده كلام استاذ محسن, عندك اكبر بحث ممكن تتصوره, عندك ميادة الحناوي, عندك عزيزة جلال, عبد الوهاب بقى نفسه يعني هو كان بيقعد مع مين اساسا وهو بيبتدي الراجل ده؟ معلش ما هم اللي كانوا بيلحنوا ام كلثوم بالاستاذ مليك حمدي والاستاذ عبد الوهاب, ما هم دول اللي هو متربي في وسطهم برضه وتعلم على ايدهم المزيكا وتعلم على ايدهم الانتاج وتعلم على ايدهم يعني هو اصلا هو دماغه اصلا في الحته دي. فبالتالي لما يجي حبيبي يكمل المسيره بتاعته بان هو يبتدي يطور طريقه الطرح والتوزيع بتاعه البومات السيده العظيمه ام كلثوم عشان توصل لكل العالم, لان احنا اتاخرنا شويه كمان برضه بصراحه في طريقه الطرح الديجيتال. يعني احنا ما عندناش مثلا لسه اللي هي ايه شركه نقول النهارده يا جماعه يلا بينا احنا عايزين نروح وورلد وايد في كل مكان في العالم. الراجل ده عمل كده وحطها لك على اليوتيوب وحطها لك فاهمني ازاي, فدي برضو حاجه تحسب له فاهمني, فدي برضو نقطه مهمه جدا. طب الكلام ده جاب فلوس, عايزين بقى نتفق تاني من اول وجديد. خلاص يا جماعه نتفق بس مش بالخناق, مش بالطريقه دي, مش بنهد كياناتنا. محسن جابر قيمه كبيره جدا, صوت القاهره دي مصر كلها, مدحت العدل معلش انا اسف يعني الجيل اللي فات كله من الممثلين يعني يا جماعه عايزين نقرب من بعض شويه بعد اذنكم, ده مشروع قومي كبير جدا لازم نقرب من بعض, لازم استاذ محسن جابر ينقل خبرته الكبيره للمسؤولين في الدوله عشان نعملها كلنا مع بعض. استاذ دكتور نحت العدل برضه نفس الحكايه, لازم كلنا نحترم بعض يا فندم طبعا, لازم كلنا. طب اقول لك على حاجه, ناس كتير من اللي بتزعق وبتهلل وبتعمل ومش عارف ايه والله العظيم من دون طبعا ذكر اي اسم من الزملاء يعني هم اصلا مش اعضاء في جمعيه مصر بيضحك انا عايز مش اعرف جمعيه مصر ويدفع ضرايبه للدول الاوروبيه فاهم يا يوسف ولا لا يدفع ضرايبه للدول الاوروبيه انا بس عايز مدام ناديه ذكرت فاحنا عايزين بس يا جماعه بعد اذنكم معلش محمد اخر كلمه محمد رحيم عاوز تقريب وجهات النظر ايوه علشان نقدر نوصل بس هم دول مش عايزين مش عايزين نهد كلام مصري بالظبط مش عايزين نهد كلام مصري كلهم مهمين يا يوسف محسن جابر مهم طبعا محسن جابر مهم مدحت العدل مهم الجمعيه دي فاتحه بيوتنا كلها لا شك فيه مهمه مدام ناديه مهمه دكتور حسام مهم عشان الراجل ده تخصصه نادر صح لازم يا جماعه انا قدمت في مشروع لما تشرفت بالدعوه للحروات قدمت مشروع كده صغير قلت عايزين مبنى يا جماعه كبير الناس في الجمعيه عندنا في وسط البلد عاملين حاجه على قدهم بس بامكانيات بسيطه وعلى قد ما بيقدروا يعني شايلين حمل كبير قوي جمعيه المؤلفين جمعيه فيهم ملحنين بس الدكتور مدحت العدل استاذ فوز ابراهيم نوجه لهم طبعا كل تحيه والكروم كله حقيقه يعني ناس ده حقيقي دكتور مدحت والشياكه والاخلاق يعني. العاليه ومش عايز اقول لك يا دكتور نادي عايزين يا دكتور جوه صوت القاهره بالظبط يا جو عايزين يا حبيبي بعد اذنك على فكره احنا اعضاء في الجمعيه باعتبارنا ناشرين طبعا عاوزين مبنى يا جماعه حديث مبنى حديث فيه شويه كمبيوترز صح يا دكتور حسام مظبوط وشويه ناس بتتكلم فرنش وانجليش وشويه لغات في العالم وشويه ناس كفاءات كده وعقليات قويه عشان نخاطب العالم ونتكلم معاه علشان نخاطب العالم احنا النهارده بنتكلم في دي اللي اتعمل من 20 سنه ولسه بنتكلم مش عارف ايه طب كمان 20 سنه هنعمل ايه الموضوع يا جماعه لسه ابعاده كبيره قوي ولازم نتطور اكتر من كده ولازم نقرب من بعض انا عايز اقول جدا يا استاذ بمرض الله يعني قول يا محمد انا بس عايز اعقب على الجزئيه اللي قالتها الاستاذه ناديه في موضوع شهاده الملكيه ودي برضو جزء حاسم في الموضوع القانون المصري بيسمح بتسجيل المصنف وبيسجله لشخص واحد شركتنا هي الشركة الوحيدة المسجلة لأعمال أم كلثوم بالنسبة لكل أعمالها مش لـ 30% من أعمالها مش لـ 90 عمل لكل أعمال السيدة أم كلثوم عندنا شهادات من وزارة الثقافة اللي بتفيد أنه الأعمال دي خاصة بالشركة عندنا زي ما مدام ناديه قالت صوت القاهره فعلا قدمت شكوى لمكتب وزاره الثقافه طبقا للقانون ردت مكتب وزاره الثقافه قال ان الشهادات دي طالعه بقوه القانون ولا يجوز الغائها الا بحكم قضائي وبالتالي تظل شهاداتهم ساريه ولا يجوز الطعن عليها الا بحكم قضائي
واذا العقود دي موجوده واذا في مستندات تقدر تثبت عكس ده سهل جدا ان احنا نرفع قضيه اعلنا بيها مكتب قضاء التصرفات سهل يعني. جدا ان احنا نرفع انا بقى سهل جدا ان احنا نحط الملفات دي كلها جنب بعضها ارد بس لا انا بس بقول ما هي كل القرارات دي بدون قرار بعد كل القرارات دي قدمت مستندات جديده انا ممكن ارد انا ممكن اكمل زي ما انا عايز اتفضل لا انا عايز اسمعك انا هقول لكم اقتراح في الاخر بس يعني دي كلها يعني بعد الاوراق دي طالعه بقوه القانون ولا جزء الغائها الا بحكم محكمه وده كان قرار مكتب الملكيه الفكريه وبالتالي اذا في الاوراق اللي تفيد ملكيه اللي تفيد ملكيه صوت القاهره تقدر ترفع صوت القاهره طلب بالغاء الشهادات دي وده لا يجوز الا بحكم محكمه عشان تطلع الشهادات طيب. دي اللي حصل اكمل بس يا استاذ يوسف في حته واحده تم فحص المستندات بتاعتنا ومكتوب في كل شهاده ملكيه ايه مستند على ايه ان الشهادات دي طلعت مستند على عقود الشراء من الورثه مستند على عقود المؤلفين والملحنين مستند على ايه وبالتالي طلعت الشهادات الملكيه الفكريه لشخص واحد وهي دي الشهاده الوحيده اللي يجوز استخدامها في المحكمه لرفع اي قضايا اعتداء على المصنفات طب في حد على الترابيزه دي في حد على الترابيزه دي رافض فكره ان احنا نصل الى حل دون ان نضطر للمزيد من الذهاب الى ساحات القضاء لا هي ساحات عايزين نحل القصه انا نفسي عايزين نحل القصه صح طبعا. محمد عايز تحل القصه اه او لا هو هنا في اختلاف على مين صاحب الحق فاحنا عايزين نحل ولا لا عايزين نحل لا اكيد اكيد عايزين نحل بس بالاعتراف بمن صاحب الحق انا طبعا انا بس انا مش بشخصي طرح يعني. اقتراح في في المكالمه الاخيره سمعنا على التلفزيون أيوة. لا هو تفضل مشكورا وقال مستعد نعمل تحكيم انا قابل نجيب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ورئيس محكمه النقض ورئيس محكمه استئناف القاهره ده كلام عظيم موافق ده كلام عظيم نمشي من الاتفاق دلوقتي ده لو فيها مخالفه دستوريه تبقى بس هي مساله متعلقه بمجموعه قوانين طيب انا هسال برضو استاذ محسن مره كمان استاذ محسن هل في حد في كل الاطراف يعني كنت بسأل محمد محسن جابر بسأل محمد رحيم بسأل دكتور نادية بسأل دكتور حسام وطبعا بسأل حضرتك أولا هل في أي رفض لمسألة الوصول إلى حل دون المزيد من إجراءات التقاضي؟ بالعكس أستاذ يوسف أنا مؤيدك بقوة وبدون ضعف حلو جدا يعني انا هطرح على حضراتكم وأنا يعني شوف بقى دي اخلاق وانا بؤيدك دي اخلاق وعاليه يعني انا هطرح على حضرتك يا محسن بيه وهطرح على كل الحضور الكرام مقترح من الاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الله الوطنيه الله للاعلام الله عليك استاذ حسين بيستأذن حضراتكم وحبيبنا كلنا واستاذنا وبنتكلم هنا بقى على ايه المظله الجامعه للموضوع الله عليك يا استاذ فاستاذ حسين بيقترح على حضراتكم او بيدعوكم الله عليك. بمنتهى الكرم انه تنوروه في مكتبه الاسبوع الجاي جريد. ونتفق على الميعاد جريد طبعا. وحتى هو تفضل مشكورا وانه يعني ايه ويوسف كمان يبقى موجود والله يا حبيبي تنورنا يعني فاحنا شكرا للاستاذ حسين والله ربنا يكرمك وش الخير يا حبيبي عليك فبس انا باجي على غدا يعني انا يا حبيبي وانت وحشني قوي قوي انا من انصار المناقشات ما تبقاش حاف لا طبعا ولكن يعني انا عايز اقول لك اصل انت التقاضي ايه رايك هنقعد كلنا في مكتب استاذ حسين نحاول نصل الى توافقات انا اظن ان احنا هنوصل لتوافقات ايه رايك يا استاذ محسن احنا ورانا استاذ يوسف انا مؤيدك واهلا بالاستاذ حسين يعني حضن كبير لانه هو يعني الهيئه الوطنيه دي هي التي تضمنا كلنا وانا ما عنديش اي مانع وكما سبق ان يعني ان جلست مع الاستاذ اسامه الشيخ وسياده الوزير السابق انا طبعا يسعدني ان انا اقعد مع الاستاذ حسين ومحمد رحيم احد المدعوين ومرحب اصلا بالفكره طبعا ده اتشرف وليس لي خلاف شخصي مع المدام خلاص يبقى حضرتك ناديه مبروك وصديقي الجديد الاستاذ محمد محسن طبعاً. جابر دكتور ناديه طبعا دكتور حسام هنبقى كلنا عند استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام الاسبوع الجاي هنتفق على الميعاد او اليوم والساعه يا ريتني خليه الاسبوع اللي بعده يا استاذ يوسف لان انا الاسبوع الجاي كله في الخارج طيب يبقى هننتظر حضرتك اه لان انت عارف ترجع بالسلامه برضه يوم ليا لصلاح الشرنوبي بتكريمه وانا صلاح الشرنوبي ده يعني طبعا 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 خلاص يعني هنتفق هنتوافق على ذلك ان شاء الله هنتوافق على ذلك ان يبقى الاتفاق مش بس ام كلثوم على فكره احنا يعني صوت القاهره احنا عندنا تراث كبير جدا ومشاهير القراء ووراثتهم بنتعامل معاهم ومطربين كتير على فكرة ألبوم صوت القاهرة ألبوم ضخم جدا أكبر ألبوم غنائي في العرب حطينا أسس للتعامل أعتقد ده هيريح الكل
اعتقد ده يبقى شيء جميل. ده ياخدني بعد اذن حضراتكم يعني طبعا انا كده ايه يعني هغلس على محمد شويه اقول له هناخد كمان الحاجات بتاعه الشركه عندهم وكلام من ده فتحط كله على بعضه ليه يا جماعه انا بتكلم في ايه ويمكن اظن لا مش اظن انا متاكد ان محمد هيوافقني. اتفضل. احنا التراث الغنائي والموسيقي بتاعنا انا اراه مهدد طبعا. انا اراه أيوة طبعا. مهدد طبعا. كل دول الدنيا عندها قوانين حاكمه يا سلام صارمه عليك. للحفاظ عليك. على تراثها الثقافي بشكل يخض ومن غير ما حد يزعل مني احنا بددنا ثروه سينمائيه حصل. تتاقل باغلى معدن نفيس في العالم. عشان كده بقول نحضن بعض بس شويه يا جماعه ما تم تبديده في السابق الامريكان اللي هم بتوع الرأس ماليه المتوحشه وانا راجل ماركسي يعني يوسف. بس بتوع الرأس ماليه المتوحشه طب اسمعني بقى في دي بيحموا تراثهم السينمائي اكتر ما لا يا ريت اذا ده انا هقول لك على مصيبه هتموتك من الضحك يعني. ضحكني لا وعيطني انا كنت مره في لوس انجلوس والرحله خطها كده يعني راجع المفروض هترجع على اسطنبول اسطنبول القاهره حصل موقف غريب قوي انا ما كنتش متخيل الموضوع عمل كده يعني. الطياره طايره فوق المانيا هتطير مثلا ربع ساعه تلت ساعه لغايه ما تخش على فرنسا مش عارف ايه المسار لغايه ما توصل اسطنبول ومن اسطنبول اجي على القاهره ماشي. النص ساعه او التلت ساعه طيرتهم فوق المانيا الانترنت كله بالخدمه بالانترتينمنت جوه الطياره كله اتقطع. الله ليه؟ ليه بقى؟ قال لك يعني للاسف ترجمت الرساله بمعنى الطيران التركي لا والله العظيم اقسم بالله ومعايا سكرين شوت هبعته لك ده محمد محسن واضح انه عارف القصه دي طبعا انا عندهم قوانين خاصه العظيم. دي انا طرت انت متخيل هتطير يا حبيبي بس من المجال الجوي لا هتشوف فيلم ولا هتسمع اغنيه ولا هتستمتع باي خدمه من هذه الخدمات لان الطيران مش متعاقد مع جمعيه الجيمه الالمانيه بتاعت الحقوق. بصوا يا جماعه انا واحنا لسه هنا بنختلف هي مالكه ايه يا استاذ علي الجمعيه دي مالكه ايه مالكه حق الاداء العلني احنا بقى اعاده النشر ايوه احنا عايزين ايه يا دكتور وده مجال بيتكلم عليه برضه اكيد متفقه معايا في ذلك انا متاكد زي ما محمد متفق معايا زي ما محمد محسن متفق معايا واظن ايضا يتفق معنا استاذ محسن جابر وهو لازال معانا على التليفون احنا عايزين محدش في الدنيا يستخدم التراث الغنائي والموسيقي والفني والإنتاج الفكري المصري على كل مستوياته يا سلام عليك. إلا بإذن مصر يا سلام عليك. واخد حقي بس زمان كل واحد الصين بنت هرم يا سلام عليك وساعتها ذهبنا في إجراءات لم تكن قضائية بقدر ما كانت ودية مع الصين إنه مش من حقك تعمل ده غير بإذن يا سلام. الهرم ده بتاعي يا سلام. ما تبنيش هرم بلاستيك من غير إذن الله الله والحقيقة الجماعة الصينيين ناس محترمة ووافقونا وكانت حاجة عظمة جدا ده صحيح. طيب انا بتكلم على الهرم اللي بيطلع في كل الافلام بتاعت هوليوود يعني أيوه. وبيطلع مش بتاعنا أيوه. فما بالي بقى بام كلثوم وعبد الوهاب والست ورده مصر كلها مصر كلها فاذا استاذ محسن احنا ان شاء الله هننتظر عوده حضرتك بالسلامه بالسلامه ان شاء الله اكيد ان شاء الله خلاص. وانا اشكرك وابارك الخطوه الجيده اللي حضرتك يعني ساهمت فيها مساهمه كبيره وانا يعني اعتذر لمدام ناديه مبروك اذا قلنا موضوع التزوير لكن هذا الكلمه دي مش خاصه بينا هي طرحت المحاكم ليست عن طريقنا ولكن عن طريق ورثه السيده ام كلثوم. شكرا استاذ محسن اشكر الاستاذ ابراهيم الصديق والابن يعني من الابناء المخلصين والفنانين الكبار اللي الواحد دايما بيشاور عليهم وبيفخر بان في مصر طب مش هتشكر محمد محسن جابر احنا اللي نشكره احنا اللي نشكره قاعد اسد في الاستوديو يوسف ما بيفوتش الفوت شهر 6 السنه دي وطبعا تحياتي للدكتور حسام لطفي طبعا 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 قامه كبيره طبعا طبعا في شهر 6 السنه دي انا كانت سعادتي لا توصف كنت في باريس يا دكتور نادية واهو بص يا حبيبي كده ده قدام مبنى الساسين في باريس اكبر عدد مبدعين مصريين الشهادات اللي في ايدي دي شهادات تكريم وترقيه واحتراف دوليه لاكبر عدد شعراء وملحنين مصريين اهو وده الدرع بتاعنا اللي هو يعني المرحله كانت يعني عشان انا اكبر منهم شويه في السن الجماعه هم كلهم بص كام شهاده ما تقولش اكبر في السن لا يعني شويه واحنا انا وانت جيل واحد يعني انا وانت جيل واحد بادئين مع بعض بادئين مع بعض يعني اقصد اقول لك يا حبيبي احنا النهارده يا جماعه الفنان المصري ده عمله نادره طبعا طب انا النهارده الدماغ اللي زي الراجل ده مثلا اللي اشتغل في القصه دي من 20 سنه وكان سابق خدت بال حضرتك
20 ايه يا فندم؟ انت بتتكلم على اكثر من 50 سنه تقريبا. لا انا بتكلم حوالي 50 سنه وبيشتغل من هو انا بتكلم على الديجيتال، على الديجيتالايز مش على الانتاج نفسه. اه انت فاهمني ازاي؟ على فكره المؤسسه بقى المؤسسه بالظبط، هو فكريه فنيه بس كمان تجاريه بالظبط كده، هو ده اللي اقصده. طب انا النهارده ليه كدوله ما استفدتش منه؟ ليه اعاقب راجل؟ ليه اعاقب راجل؟ ليه اعاقب راجل عبقري؟ لا مفيش حد سابق بالفكر، مفيش حد عمره يتكلم على عقاب استاذ محسن. لا ما اقصدش، اقصد العقاب المعنوي يعني. اصل انا بيزعلني ايه يا يوسف قوي بصراحه، معلش بقى يا يوسف، اصل انا شفت بدايات الملحنين والشعراء والمطربين كلهم اصدقائنا، احنا بادئين كلنا من جيل، انا بقالي 25 سنه النهارده. شفت يا يوسف اسماء كبيره جدا جدا ما شاء الله النهارده كلهم في السماء يا دكتوره ناديه وكسروا الدنيا. الراجل ده دعمهم دعم كبير قوي، مفيش خلاف من غيرهم يعني. هو بس انا هستاذنك استاذ يوسف، طبعا بستاذن استاذ حسين زين برضو صاحب الدعوه الكريمه، ان يبقى برضو يعني يدعى معانا في الجلسه دكتور خالد عبد الجليل من وزارة الثقافة، لأن ليها ضلع أيضا، لأن يعني زي ما قال محمد فعلا طلع أنه هو الشهادات كذا، في قرار تاني طلع أن من حق صوت القاهرة طلع الشهادات، فاللبس ده لازم برضو دكتور خالد عبد الجليل يبقى متواجد معانا ويتحسم الموضوع من كل الأطراف. لا وفي حاجة مهمة يا مدام نادية بعد إذن حضرتك، عقد اللي موقع مع الأستاذ محسن جابر التزم فيه بأن يلغي شهادات قيد التصرف عند التعاقد. احنا هنقعد في لازم كده هو كده هو لازم ياخد التزام. اللي انا اقدر اقوله قبل ما اختم، انه اولا انا عايز اشكركم جدا جدا جدا، نورت يا محمد يا اختي. اصل محمد تعديل ما شفتوش بقالي حبه يعني، محمد صاحبي يعني، ربنا يخليك يا روح. مش علاقه مذيع وفنان مهم، محمد اول مره نتقابل، بس انا علاقتي باستاذ محسن طول عمرها طيبه جدا يعني. خفوا ايدكم علينا في المكتبه والبكه، الله يخليك. يعني انا كراديو خف، انت عارف انا احنا بتوع نجوم، احنا غلابه، خفوا علينا يا حبايبي. استاذه ناديه نورتينا وشرفتينا، فرصه رائعه بالنسبه لي. استاذ حسام اول مره التقيه، لكن انا عارف استاذ حسام عن طريق اكرم حسني بالسمع وحدوته كده، هبقى احكيها بعدين. فنورتوني وشرفتوني باذن الله، او طبعا كل الشكر ليك يا استاذ محسن، نورتنا وشرفتنا على التليفون. استاذ حسين زين الف مليون شكر على هذا المقترح، لا رأب اي صدوع ولا توجد باذن الله اي صدوع، وهنزعج حضرتك في المكتب. وان كنت اتمنى وقت غدا بس اهم حاجه، وانا هستاذن في ان انا هحط بس جمله واحده باذن الله سبحانه وتعالى، اذا كان ليا العمر وحضرت مع حضرتك فانا هحضر بقبعتين. قبعه المذيع اللي دعا لهذه الجلسه فاستاذ حسين تكرم عليا بان انا هاجي، والقبعه الاخرى كوكيل لجنه الثقافه في مجلس النواب. علشان ايه؟ عشان انا هيهمني ان احنا يبقى في عندنا طرح. انا الاوان لخلق زراعه مصريه قوي يا جمالك يا ابني، ابعد الحدود لحمايه التراث الفني المصري. انا عضو لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشيوخ، فانا معاك برضه. خلاص احنا كده يعني كده ان كل واحد فينا جاي بالبرلمان المصري بيجي لنا حاجه يعني. احنا مع بعض ان شاء الله. ايوه هو ده الصح، هو ده المفروض نعمله. نورتوني وشرفتوني الابعد الحدود، واشكركم على المناقشه الهاديه والمثمره في نفس الوقت. وشكرا جدا مرة تانية يعني أستاذ محسن جابر، شكرا جدا أستاذ حسين زين على الدعوة الكريمة وعلى المحاولة إن شاء الله اللي هتنجح إن إحنا يعني نصل إلى حل كبير وواسع، مش بس بشأن قضية أو مسألة تراث السيدة أم كلثوم، وإنما لأجل الفن المصري كله بشكل عام. أشكركم جدا مرة تانية. ثواني يكون موجود معنا حالا كريم رمزي بقى وبرنامجه رقم 10 وحواديت، هتتكلم في الرياضة مع إنه كريم أهلاوي، بس الأمر لله من قبل ومن بعد. بس كريم حبيبي يعني، وكريم راس مالي متوحش، وانا مركزي هو اهلاوي وانا زملكاوي، الحكايه بقت صعبه قوي. لكن ده ان دل على شيء، دل على انه القناه الاولى والتلفزيون المصري مظله جامعه للكل دائما، وستظل كذلك بامر الله سبحانه وتعالى. اما انا بقى لو كان ليا العمر فانا هقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي بعد ما محمد ابراهيم فضحنا 25 سنه شغل. والله انا تعبت. سلامات.